المجموعة الثالثة لشان إفريقيا مجموعة قسنطينة فندق ماريوت يقيم فيه مسؤولو الفاف والحكام فندق جولدون تيليب ألكسندر بالخروب منتخب مدغشقر والسودان المنتخبان يتدربان بملحق ملعب الشهيد حملاوي فندق نوفوتيل منتخب المغرب التدريبات بميدان التدريبات التابع للقطب الرياضي بشعبة الرصاص فندق الخيام بالمدينة الجديدة علي منجلي منتخب غانا التدريبات بميدان التدريبات التابع للقطب الرياضي بشعبة الرصاص أيضاً.